السلام عليكم. زار هذا الصبيحة والي ولاية الجزائر، زار مشروع نتاع القطب الجامعي نتاع سيدي عبد الله الذي افتتح هذه العام اللي فات بطاقة تاع 2000 طالب. هو في الحقيقة القطب الجامعي هذايا سوف يستقطب حوالي 20,000 طالب بعد نهاية كل الأشغال به. لكن الملاحظة هي أنه المشروع هذا يعرف تأخر كبير وبطء في الإشغال، لأنه يعني نسبة الإشغال لا تتعدى 70 أو 80%، وبقات الإشغال بالحي المركزي يعني وسط المشروع هذا، وسط الكومبوس وين كان الإدارة والإدارات والأوديتوريوم الكبير. إذن الحي هذا بقات الأشغال متأخرة فيه، وكذلك واحد من الأسباب نتاع الأشغال هذه هي الأسباب كثيرة، حيث أنه يعرف هو عرف الانطلاق نتاعو في 2012. إذن رانا في 10 سنوات المشروع ما زال لم ينتهي، يعني فيه أشغال، فيه عدة أسباب، ومنها كذلك أنه أضيف للمشروع الكومبيس هذا أضيفت له مشاريع أخرى كأحياء، زوج أحياء سكنية للطلبة، حي للبنات وحي للذكور للطلبات ملحق، هذا الزوج أحياء ملحقين بالجامع الجامعة أو الكومبيس المجمع هذايا اللي يقع بسيدي عبد الله. إن شاء الله تكون فيها تسريع للوتيرة لمزيد من الطلبة في أفواج يعني إضافية بالنسبة للدخول المدرسي المقبل هدايا في غضون زوج أو 3 أشهر، تكون فيه بعض الأجزاء انتهت الأشغال فيها ويتم افتتاحها كذلك لتضاف إلى الجزء اللي راح يشتغل الآن. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.